السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نشوف مع بعض الريفيو. الريفيو بتمكنني إن أنا أكتب أي ملحوظة، إن أنا أخد أي دمج أنا عايزه، إن أنا أحط تاج، تمام. فأول حاجة بعملها إن أنا أعمل حاجة اسمها الفيو بوينت اللي أنا هكتب فيه. فباجي هنا بقول له سيف فيو بوينت، تمام. أقول له سيف فيو بوينت، وممكن أجي من هنا أقول له سيف فيو بوينت وأدي له أي اسم أنا عايزه، تمام. ده هيبقى الفيو دوت مثلا فيو 1. ابدا اكتب اللي انا عايزه. باجي هنا في الريفيو واقول له مثلا انا عايز اكتب تكست مثلا فيلا فور رنت، فيلا الايجار مثلا، تمام. ممكن اعمل فيو بوينت تاني اجي هنا ولا سلكت عشان اتحك اتنقل اسهل، ممكن اقول له فلاي اتحرك كده مثلا ممكن اقول له انا عايز ووك كان انا بمشي. طيب اقول له مثلا اعمل لي دي لقطة ثانية واكتب ريفيو تكست نكتب ايه سويمنج بول، يعني على اساس ان احنا لو ما كتبناش سويمنج بول الراجل مش هيفهم، ما هو كده كده هيفهم ان دي سويمنج بول، تمام. طيب عايز انا اشوف ابعاد اي حاجه، باجي هنا اقول له انا عايز اقيس دي ادوات كلها القياس، ممكن اقيس اريا انجل بوينت تو بوينت، اقول له مثلا اقيس لي من هنا لهنا، تمام. طيب بعد كده عايز اخليها تبقى حاجه مقريه مش مجرد خط وخلاص، كونفرت ده بقى كده خلاص حاجه ثابته معايا، تمام. ممكن بعد كده اجي هنا اقول له انا عايز عايز اتنيل، تمام. واقول له انا عايز ووك امشي شويه كمان، تمام. ممكن مثلا جيت هنا في مثلا البوابة هنا مش كاملة، البوابة هنا مش محطوطة، عايز اجي هنا في الريفيو اقول له اعمل لي بقى واحدة كمان سيف فيو بوينت درو وارسم له هنا، ارسم له ان هنا في مشكلة عندي واكتب له وير از ذا جيت، وير از ذا جيت فين البوابة، تمام. واقول له مثلا انا عايز اقيس مثلا من هنا لهنا، اقول له ده انا عايز بوابة 3.5 متر، تمام. او عايز امسحها بعد كده بقول له كلير وامسح اللي انا عايزه، ممكن احط تاج، تمام. التاج ده رقم واحد واكتب اللي انا عايزه، تمام. كول مي اتصل بيا عشان اشرح لك هتشيل البوابه دي من عند مين، تمام. هيبقى في رقم لو دوس عليها يبدا يديله المعلومه اللي هو عايزها، تمام. ممكن اجي هنا اعمل حاجه لطيفه، دي موضوع الريفيو، ممكن اكتب اللي انا عايزه، ممكن اشوف لو في كومنتات زي كل مين اللي احنا لسه عاملينها، تمام. ممكن اجي هنا اعمل حاجه لطيفه اد انيميشن وابدا اخد الثلاث لقطات دول واحطهم في الانيميشن، واجي هنا اقف على كلمة انيميشن واقول له وريني بقى حركة الفيديو، شفتوا خد الثلاث لقطات اللي احنا صورناهم ودمجهم مع بعض بحيث ان هو اداني الفيديو اللطيف دوت اللي انا ممكن اعدل فيه بحيث يجي لي حاجة شكلها اظرف من كده، يعني حركة من واحد لاثنين كانت منطقية، من اثنين لثلاثة مش منطقية لانها بعيدة، فمحتاج ان انا احط لقطة فيو في النص بحيث ان هو ما يدخلش من جوه المبنى، ياخد المبنى من بره بحس يبقى شكلها الطف من كده، تمام. دي بس موضوع الريفيو، حبينا بس نلقي على نظره سريعه. ممكن تغير اللون لو انت بتستخدم اللون الاحمر، او اللون الاحمر كويس بحس كان انت بتخانق معايا كده وعامل معايا مشاكل، تمام. ماشي ان شاء الله يكون استفدتوا. اخوكم عمر سليم.